السلام عليكم. نتكلم على هذه الوقفة ديال هذه القرودة. هادو القرودة وجهالة العسكر الجزائري، هؤلاء العديمي الأصل قليلي الأدب الذين نظموا هذه المظاهرة في فرنسا ضد المغرب، واشتكوا فيها لسيدهم الذي بات يرفض المجتمع الفرنسي ألا وهو ماكرون. هذا الرئيس الفرنسي وأزلامه الذين لا أعرف هل رخصوا لتلك المزالة وتحت حمايتها أم لا، بل لماذا غضوا الطرف عنها وتركوها تعربل وتسب وتشتم المملكة المغربية ونسوا أو تناسوا أن المغرب بملوكه وشعبه وقفوا معهم ضد استعمارهم 130 سنة من طرف تلك الدولة فرنسا التي نظموا تلك الوقفة على أرضها، ونسوا أو لم يعلمهم العسكر أن من بين شهدائهم يوجد مغاربة شباب قتلوا بجانبهم واستشهدوا هناك، ويعلم الله أين دفنوا. يعني انت تدير مظاهرة في باريس ضد المغرب في 19 مارس، هذا التاريخ الذي لولا دعم المغرب بعد الله تعالى وعائلة الحموتي اللي كان خصص قواربه باش يجيب أسلحة، من التقى مع مافيات بيع الأسلحة في العالم الكل ويجلب بأمواله السلاح للمجاهدين الجزائريين. لم يدرس لهم العسكر أن محمد الخامس رحمه الله رفض مساومة فرنسا له، واشترطوا عليه أن يختار بين إرجاع أراضي مغربية الصحراء الشرقية للمغرب ضمتها فرنسا للجزائر أو الكف عن مساعدة الثوار الجزائريين، فاختار رحمه الله مساعدة الثوار على أراضيه. نعم، بدل أن يحتفل المغربي والجزائري جنبا إلى جنب بهذه الذكرى التي تم فيها توقيف القتال، لأن المجاهدين أجبروا فرنسا على هذا الأمر بماذا؟ بدعم سياسي من المغرب، دعم عسكري من المغرب، دعم شعبي غير منقطع النظير. والآن في هذه الذكرى تجيوا وتحطوا صور وترفسوها بالأقدام وتسبوا الشعب المغربي، من الحركة هنا؟ وهذا العسكر لقنوا لشعبهم دروس الحقد والكره ضد المغرب. هؤلاء لو غاد بدل أن يدوسوا على صور من قتل أجدادهم وهتك عرض نسائهم وفتكوا بهم، داسوا على صور ملكنا محمد السادس نصره الله، ويرجون أن يأتي يوم تتسوى فيه الأمور. من الحركة هنا؟ أليس ذلك الذي خلى الجزائريين حراقة بالأكواغت؟ خلى الجزائريين يهربوا بالبوطي وبيهم اللي ماتوا غرقوا في البحر؟ نعم، أنت جاي تتبهالي بأن الجزائر راهي الآن راهي ضد فرنسا وتحتفل من فرنسا؟ ويقولون تحية تبون تحية شنريحة، إذا كنتم تحبون عمكم تبون عمكم شنريحة، لماذا لم تذهبوا عندهم؟ أنتم لستم إلا جهالة ومعطلون وبدون أوراق إقامة في فرنسا، وتعيشون فقط بما تمن به عليكم فرنسا، ورغم ذلك تعبدونهم. عسكركم الذي يبعثر أموال الشعب الجزائري ويفرقها ويرشي بها دولا أخرى ويترك شعبه بالجوع، العالم كله يشهد بذلك، وجميع قنوات العالم تشهد بذلك أيضا. عسكركم جعل الجزائر منعزلة لا أصدقاء لها ولا حلفاء إلا الذين أخذوا أموال الشعب، وعندما تنتهي الأموال يتبرمون منها وتبدأ عملية الابتزاز من جديد. عسكركم الذي جعلكم بل وأجبركم تستيقظون باكرا لتصطفوا من أجل نصف لتر من الحليب والزيت. عسكركم الذي أجبركم على الهجرة إلى تونس لتسرقوا منها أكياس السميد، لا عندكم ماء ولا عندكم كهرباء. شكرا لفضلك. علاش هاللهفة وعلاش هالإقبال الكبير من الإخوة الجزائريين على السميد التونسي؟ فما مشكلة في السميد في الجزائر ولا شنو بالضبط؟ هذا العسكر الذي استورد لكم سيارات استغنت عنها إيطاليا ليكذب عليكم بأنها ستصنع في البلاد يا أغبياء، ومنكم من يقول في وقفتكم دولة عسكرية وليست مدنية، ماذا سيقول عليكم العالم يا جهالة؟ أما فيما يتعلق بنقل صوركم الخبيثة والقذرة فأنا أترفع عن نقلها في قناتي. كل جنرال إلى عنده 3 أولاد عنده 3 بينغالو، كل واحد من أولاده في عمره 20 سنة ولا 18 سنة فات سن الرشد يعطوا له بينغالو وحده، بينغالو دايرين فيه كل أنواع الخمور، كل أنواع الموبقات، كل أنواع القمار، كل أنواع الكوكايين. الكوكايين مش مخدرات يعني النقب ولا القنب الهندي هذا ما نعرفش اسمه تاع المروك، مش يعني الكيف تاع المروك، لا الكوكايين الغالي. أختم بشعار المغرب والمغاربة، الله الوطن الملك، وكيتكم إكرغلة.